السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو ده عن تركيب الكانولا. هيتوفر معانا قطن، جلافز، محلول ملح عشان التست اللي هنعمله، والكانولا بتاعتنا، مناديل وكحول عشان تعقيم المنطقة اللي هنركب فيها الكانولا. بنمسح المكان كويس جدا بمنديل بكحول او مسحة كحولية او قطن بكحول. بعدين بنربط جلافز او تورنوكي او اي رباط ضاغط عشان نظهر الوريد اكتر. زي ما احنا شايفين بدأ يحصل بروز في الجلد، ممكن تشوف الوريد وتحسه او ممكن تحس الوريد بس. طبعا مش بندخل بالإبرة كلها، لا بندخل بجزء بسيط جدا بمجرد ما نلقط دم زي ما احنا شايفين كده. مجرد ما نلقط الدم في المخزن بره بنسحب الإبرة ونمد الجزء البلاستيك جوه الوريد، نضغط على الوريد كويس ونقفل الكانيولا. بعدين هنثبت الكانولا اللي احنا ركبناها. بعد تثبيت الكانولا هنعمل التست بتاعنا بمحلول ملح. ثبت الكانولا كويس جدا عشان تحس الصبغة. طبعا بنرمي الإبرة في السيفتي، وأي سرنجة أو حاجة بنرميها في السيفتي بعد ما بنخلص. نحط الملح ونحط إيدنا على الوريد ونحس تدفق الصبغة في الوريد. بس كده، نشوفكم في فيديو تاني.